تتمرنش على أن تضاقع وتحقيق أهدافي وهدفاتي وتنمية على المستوى القريب والمتوسط والبعيد رهين بالفهم الجيد واستيعاب دقيق لمضاميري من خلال تطور المنتظر. اليوم نحن بصدد مصادقة على برنامج عمل سلا. هذا برنامج العمل اللي هو وثيقة مرجعية بالنسبة للولاية ديالنا، وهو في الحق أكثر من وثيقة مرجعية، حيث أنه لما انطلقنا في فبراير في هذه الوثيقة هذه، أول حاجة اللي كانت عليها النقاش هو من سيقوم بهذا العمل، ثم شنو هو الحدود ديالها. فيما يخص الحدود الوثيقة، احنا اخترنا باش ما نحبسوش فقط في المشاريع اللي يمكن نجزو في هذه الولايه هذه، بل اخترنا طريق اللي هو اصعب ولكن هو احسن، بحيث انه تم تجميع ديال واحد المعطيات كثيره تقنيه اداريه الى غيرها، على اساس انه نخرجوا واحد الزخمه ديال المعطيات وديال المشاريع، ومنها نخرجوا البرنامج ديالنا ديال هذه الولايه هذه. انطلاقا من هذا القرار ديال الاعتماد على الكفاءات الذاتيه ديالنا، حنا تقنا في الاطر ديال الجماعه، تقنا في الكفاءات اللي كاينه في المدينه مدنيه وسياسيه في اطار تشاركي. شخصيا نصبت لمجموعه من الزملاء في اطار مناصفه بين الرجال والنساء، جوج ديال النواب ديال الرئيس وجوج النائبات هما اللي شكلوا لجنه القياده. انطلقنا في العمل وبعجاله، يمكن لي نقول بانه كانوا أربعة ديال المحاور وخمسة ديال الأولويات. هذه الأربعة ديال المحاور هي اللي أطرات طريقة العمل. إذن أول حاجة هي يعني المنهجية أو تحديد المنهجية والمسار ديال إعداد هذا البرنامج، واللي شملت أولا المراجع ديالنا باش نخدموا، الخطب الملكية السامية، دستور المملكة، الميثاق الجماعي 113/14، البرنامج الحكومي، الوثائق التعمير. هذه مجموعه ديال المراجع اللي زعما اللي نخدموا بها او اللي قررنا نخدموا بها. كذلك كان لازم نحدوا الاليات والمقاربات ديال العمل. قلت هذا الدرجه نتيجه ديال واحد التعميق، واحد التفكير عميق. هاد الاليات شنو هما؟ اولها هي الاستمراريه. نحن لم ننطلق من فراغ، نحن نؤمن بانه العمل الجماعي هو عمل يعني تراكمي، وبالتالي أول حاجة درنا هي التقييم ديال البرنامج 2018-2023 اللي كان صوبوه المجلس السابق، باش طبعا نوقفوا على البرامج اللي ما دارتش الصعوبة التنفيذ ديالها إلى غدا، وهذا إذن في إطار الاستمرارية. كذلك اعتمدنا التشاور، هنا فتحنا الباب للجميع، جميع الفعاليات ديال المدينة باش تشارك في هذا العمل هذا في إطار تشاوري. عملنا في المجال الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، قضايا المرأة، الطفل، يعني بجميع المواضيع. اليوم تتنعقد الدورة الاستثنائية لمجلس جامعة سلا في نقطة فريدة، وهي المصادقة على مشروع برنامج عمل جامعة سلا. معلوم على أن هذا المشروع خذا لنا أكثر من 10 أشهر من العمل والاشتغال، وبالتالي تجربة سلا في المدن الكبرى هي تجربة متفردة، حيث أنه اعتمدنا الخبرة الذاتية واعتمدنا على الأطر والكفاءات الجماعية من أجل إنجاز برنامج بمرجعيات محددة انطلاقا من الخطاب والتوجيهات الملكية والمادة الدستورية، وكذلك برنامج الحكومة، إضافة إلى النموذج التنموي والمنظومة التشريعية، إضافة إلى المقاربات متمثلة في الاستمرارية من خلال تثمين وترصيد المشاريع التي اشتغلت عليها الجماعة والمجالس المتعاقبة، ثم التشاور كمنهجية وعقيدة في إعداد هذا البرنامج من خلال عقد لقاءات تشاورية، لا على مستوى الأفقي ولا على مستوى القرب. بعجالة وفي خلاصة، برنامج عمل استطاع أنه يتواصل من خلال الحضور ومن خلال اللقاءات التشاورية مع أزيد من 11,000 مشارك ومشاركة. إذن هذه تجربة تشاورية وتشاركية غير مسبوقة في العمل الجماعي، واليوم غتكون عندنا فرصة باش نقدموا أهم المحاور ديال برنامج العمل، سواء في المجال الاقتصادي ومجال الاستثمار، سواء في مجال
مجال البنيات التحتية أو في مجال البيئة أو في مجال جودة الحياة أو الخدمات الجماعية. وبالتالي هو برنامج يعتمد على 5 أولويات استراتيجية أساسية و 52 برنامج و 765 مشروع اللي ان شاء الله غنمكنوا منه الحاضرين اليوم، وبعد المصادقه غيتم التعميم ديالو على كافه وسائل الاعلام وكذلك على كافه المتتبعين من خلال ندوه كبرى سننظمها لتقديم حصيله هذا العمل. هذه الرؤيه المتبصره الراميه الى تعزيز دور وكاله الجماعه الزراعيه في المسلسل السنوي.